بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي المشاهدين، جولة النهاردة في سوق العبور بين عنبر واحد واثنين سمك. السمكة اللي قدامنا دي من أنواع قشر البياض، والسمك قشر البياض الكيلو بثمانين جنيه، والسمكة دي عموما كان وزنها 15 كيلو، يعني ثمنها تقريبا 1200 جنيه، لكن طبعا بيبقى موجود منها المتوسط والصغير للاستهلاك بتاعنا بتاع البيت، لكن الأسماك الكبيرة دي بياخدها طبعا الفنادق والمطاعم الكبيرة. التسجيل ده كان الساعة 7 الصبح، بالنسبة للناس حضراتكم ده كمان البوري، والبوري بستين جنيه. بالنسبة للناس اللي كانوا بيسألوني على مواعيد السوق بالنسبة لسوق العبور بالنسبة للسمك، طبعا الخضار والفاكهة شغال 24 ساعة، لكن السمك بيبتدي من بعد صلاة الفجر للساعة 12 واحدة الظهر. يوم الجمعة بيمتد للساعة 3 4، زي ما انتم شايفين ادي شكل السوق من بره بالناس والتجار الكتير والمشتريين الكتير اللي بينزلوا يشتروا، سواء الشارع او العنبر واحد او اتنين، بيبقى في بياعين تجزئه قليلين وبياعين التجار طبعا الجمله هم الاكتر. سمك البلطي بيتراوح سعره ما بين 21 و25 جنيه. التجزئه البيع في الشارع اكتر من المحلات. المحلات بيبقى فيه مثلا زي رأفت نعيم واسلام ومروان وبعض محلات ابو غالي، بيبقى فيه بعض الناس بيبيعوا تجزئه لكن مش كتير. لكن اللي عايز ينزل يشتري برضو تجزئه، هيدور شويه، هيتعب شويه، ومنه هيعرف الاسعار كويس ويعرف الحاجه الطازه، وبالذات ان خلاص لسه 10 ايام ويبتدي الوقف يتمنع ويبتدي الصيادين ينزلوا البحر والمراكب تسرح، والكلام ده معناه ان احنا دلوقتي في وقف صيد علشان الزريعة في البحر تكبر، ويبتدي الموسم في شهر 9، يعني 10 ايام ان شاء الله من النهاردة تبتدي المراكب تسرح ويبتدي ينزل السمك والكابوريا والجمبري بكميات كبيرة وترخص الاسعار. مرة تانية اقول لحضراتكم المواعيد، من بعد صلاة الفجر للساعة 12 واحدة، وأيام الجمعة للساعة 3 4. كان في واحد من المتابعين بيقول لي إن الراجل اللي واقف على المزاد ده بيوقع سمكة أو اتنين وياخدهم ليه، الكلام ده طبعا ما بيحصلش. وأنا رديت على التعليق وقلت له وكلمنا أنا وهو كذا مرة في الموضوع ده، إحنا هنشوف بعد شوية حتى في سمكة وقعت بالغلط ندوة على صاحبها وإديها له. وطبعا هو كمان ما فيش حد يعني هيسيب حقه، والسمك ده موزون، والناس اللي انا بسجل عندهم دول انا وغيري ناس معروفين في السوق وما شاء الله ليهم سمعتهم وناس قدام جدا، مش انا اول واحد اصور عندهم ما شاء الله، يعني ده شايفين المزاد بره المحل كمان، يعني الكاميرا جايه عليه وهقرب انا الكاميرا للمزاد اللي بره المحل لاكتر من كده. ما شاء الله عليهم، يعني بقول لحضراتكم مش انا بس اللي بصور، ناس كتيره طبعا بتيجي تصور. سبقنا زمان السينما والتلفزيون وافلام كتير صورت عندهم، فهم مش هيقبلوا ان حد يكون شغال معاهم وياخد سمكه او اتنين واخر النهار يلم السمك اللي تحت الترابيزه. الكلام ده اكيد 100% ان هو مش بيحصل. نرجع لمواضيع الحلقة. الناس برضو كانوا بيسألوا على هو المزاد ده ماشي ازاي، والراجل ده بينادي على الصندوق كله ولا على الكيلو. الصناديق البلاستيك دي او الطاولات او البوكشات او البرنكات، هبصوا في سمكه وقعت اهي، بصوا ايه اللي حصل. الراجل قال للولد الصغير خد روح اديهاله وخدها ومشي، ده تاكيدا للكلام اللي انا كنت بقوله لحضراتكم. السمك بيدخل البرنيكه او السبت البلاستيك ده فيها بوري مثلا،
فصاحب السمك بيقول الاثنين اللي واقفين دول اللي بيقعدوا يقلبوا السمك قدام الناس عشان الناس اللي واقفة تتفرج ويعرفوا ان كله مقاس واحد وان كله نوع واحد، ما فيش تحت مثلا حاجة تانية غير البوري لو كان بوري او بربوني لو كان بربوني او كابوريا كلها نوتي او كلها ذكورة، فبيقلب علشان الناس اللي واقفة اللي انتوا شايفينهم دول واقفين في العالي يبصوا ويعرفوا بالظبط ان فوق زي تحت. بيعرف الراجل السعري اللي داخل بيه صاحب الصندوق، بيقولوا للمنادي، المنادي بيلقط على طول السعر وبيبتدي يقول سعر الكيلو. لو قال 60 جنيه يبقى ده سعر الكيلو 60 جنيه، يعني البوكشر 10 كيلو تبقى ب 600، ولو قال مثلا 1200 يبقى ده سعر الطاولة كلها والناس اللي واقفة دي كلها من تمرسها في المزاد وحضوره، عارفين ان الطاولة الكبيرة الخشب 25 كيلو والمتوسطة 20 والصغيرة 10. احيانا المنادي بيقول 1200 وبعدين تلاقيه بيقول ايه 210 215، يعني قصده 1210 1215. الناس بيكتبوا ورق على اسم الراجل اللي نادى اخر ندى وبتتاخد الحاجة بتاعته وبيدفع الثمن بره. يعني حلقة النهاردة كان المقصود بها المواعيد الصبح من بعد صلاة الفجر للساعة 12 واحدة ويوم الجمعة للساعة 3-4، كان مقصود بها المزاد ازاي بيمشي، كان مقصود بها ردا على الأسئلة اللي بتيجي أماكن البيع الجملة والأطعمة. لو تابعتونا حضراتكم على الصفحة سوق العبور بالقاهرة بيبقى في تفاصيل أكتر، وإن شاء الله كمان هنزل يعني طرق تحضير طهي الأسماك بصفة خاصة والمأكولات البحرية من مطاعم كبيرة وبطرق جميلة وسهلة. أرجو من حضراتكم اللي بيتفرج يشترك في القناة ويحط لايك على الصفحة، لان انا في الحقيقة يعني لاحظت ان 25% بس من اللي بيشتركوا اللي بيتفرجوا على القناة هم اللي بيشتركوا ومداومين معايا باشتراكاتهم، والباقي مشكورين جدا هم بالفعل برضو متابعين للقناة، لكن الصفحة طبعا لسه جديدة، ف يعني ارجو ان هم يشتركوا. شكرا والى اللقاء، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.